لا 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 تخربها لا تخربها، عطهم رفض كلهم كبار جاي بدون تولز بدون اي شيء. شو المسخره؟ اقل شيء هات فاس اقول والله هذا ناوي يشتغل بجهد وضمير. جاء في وقته كل شيء، بس خلهم يزيرون الامور هذه. ايش هذا؟ ديبثيريا هاز اكورد يا هوسبيتال. تكفى لا تعدي الشعب، تكفى. ديبثيريا يقول لك الخناق بعيد الشر يعني عنكم، مرض واضح انه خبيث. جاء ليفان، ليفان لو تستعجلين بس على المستشفى، ترى المستشفى هناك، ولا لازم تمسكين الخط هذا. لا واضح ان الذاكرة تمتسح. في بيوت مفروض انها تكون فاضية اللي هي هذه، نهدم عينها. لا ما عندي بيت. اقول اذلف اذلف، البيوت هذه كلها هناك، كلها جنب المزارع حقك يا اهبل. 150 شخص يا شباب، واوي النمو، واوي يوم تسدح البيوت ينسدح لك العدد، ينسدحون لك الأطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله استكنانيون. هذا المقطع برعاية جلوكوز، اللي ما يعرف هذا البسكوت الرهيب مع الشاي يوه. المهم جايكم بكمية روقان اليوم، لأن عندي شغل يحتاج روقان، شغل في هذا الحلقة يعني يحتاج له فنتكة باختصار. مثل ما شاورتكم في المقطع الماضي على هذه المنطقة أنها تكون منطقة المزارع، خلونا نرويكم. أول شيء شكرا على تفاعلكم في الكومنتات في هذه السلسلة وجميع السلاسل. طبعا هذه المنطقة كلها قلنا بنحولها إلى مناطق تغذية، الغذاء بكل أنواعه. وبعدين عد مجرد شطحتي لهنا، الجزيرة هذه مدري إذا لاحظتوا ولا لا، بس كبيرة جدا. يعني تخيلوا هذه المنطقة كلها اللي بنيتها من بداية السلسلة كلها يعني تقريبا بتيجي هنا كذا، فتخيلوا المساحات هذه كلها. هذا إذا الله أحيانا، طبعا إذا الله أحيانا والسرفايف واستمرينا والوضع 200 200. فبما أن الخطة راح تكون غذائية هذا المنطقة كلكم كلها، أنا أضمن صراحة الموضوع أنه إن شاء الله تقدم. أنا والله منصدم من أحد الكومنتات جاني قبل أمس تقريبا يقول لي اللعبة هم فيها مصانع. أجل أنت يوم لعبت وش بنيت؟ يعني هذا كله يا شباب والله العظيم هذا كله مجرد بيوت، مجرد أرويكم صعوبة اللعبة وحبكتها وشلون أنك تكون سيرفايف. وش فينا نمسرع الوقت بزيادة؟ دقيقة خلنا أعطيهم الأوامر بعدين أعطها الضرب 10. فاللي كنت أقوله أن هذه البيوت يا شباب مجرد بيوت ستورج، مزارع، ما في أي شيء من المصانع للحين. المصانع هي كل يعني تشكل أكثر من 50% من مباني اللعبة. فباختصار أنت يا عزيزي المشاهدة واللي كتبت لي الكومنت، صدقني ما لعبت اللعبة لسه، يعني أنت لسه ما قدرت توصل مرحلة أنك تحس بطعم اللعبة، تشوف هذا المصنع وش يسوي، تشوف صعوبات اللي تجيك قدام. فأنا ما أخذ راحتي نوعا ما في بداية السلسلة، يعني أول 5 إلى 10 حلقات أنا متوقع هذا الشيء، لأن بعدين خلاص الكل يكون اللي متابعين معي السلسلة الكل يكون فاهم كل شيء أنا جالس أسويه. فممكن أعطيها ضرب 10، أعطيها إن شاء الله لو فيها ضرب 20، خلاص تكون الأوضاع كذا، أسوي سكيب لشغلات تكررت، خلاص تعرفون كيف تهدم، كيف تسوي هذا، وين يروح التولز كلها اللي استخدمها، فممكن يجلس اختصر. فهذا الكلام اللي بسويه، مثلا اختصارات كثير بتشوفونها في هذه الحلقة. وببتدي بأول سكبات، طبعا المنطقة هذه كلها راح أهدمها، أما بيوت الستون حقنا بتهدمها، بس الفايرود استهلاكنا شوي، تكفى. لا الفايرود ما شاء الله عندنا 4700، استهلكوا اللي بتستهلكون، أنا إنسان عندي مودات، شرحت أساسيات اللعبة، رويتكم وش فائدة الستون من غيره، لأن في كثير أتوقع بيلعبونها من غير المود في البداية. فأضمن لكم بداية موفقة وإن شاء الله جميلة بإذن الله. ولا وفي هذه الحلقات الماضية واجهنا جميع المصاعب، والحين الحمد لله وصلنا إلى بر الأمان. كل مشكلة جتني في خشب، في آيرون، في ستون، كلها استعرضتها من تولز من هذا المور. فالحين نبتدي صراحة شغل الفنتكة والتطور العلمي. فالبيوت هذه أنا مهبة حق تطور، أنا عندي مود مثقل للعبة مكون من 1000 مود، أبغى أفرفر، أبغى أحلل الثقل هذا كله اللي جالس أعانيه كل ما شغلت اللعبة. طبعا هي كلها 5 دقائق، لكن 5 دقائق صراحة تغبنك. شوفوا يا شباب سنترال ماركت، خلنا بس أشرحها سريع كذا قبل لا أسوي لكم سكيب. سنترال ماركت هذا مثل ما تلاحظون، هذا أنا ما يعجبني الدائرة اللي رايحة كذا نصها في البحر ما يجي، فلازم إني إيش أسحبها هنا، والدائرة بتصير بتوسع البيوت حق الهنتر الجميلين اللي هنا. جميل جميل، هذا الأول كأني شايفهم، هذا لا كذا أسحب عليهم كذا. الغريب إني ما حطيت لي فورستر، أبغى عائلة الفورستر بس اللي عايشين في هالمنطقة وعندهم البارن وعندهم الستوك بايل، والأمور إن شاء الله تكون طيبة. خلنا عائلة الفورستر نعلقهم هنا. أوكي في كذا شغلة أنا معلقها، اللي هي سنترال ماركت أول شيء مثل ما فهمتكم أنه مفروض تيجي إلى هذه المنطقة تقريبا. قبل هذا كله
عشان نفضي هذه المنطقة. أصلا عندي مزارع تسبب أمراض للبيوت مثل ما تطرقنا في الحلقة الماضية، وعندك هذه الشجيرات، هذه الموز اللي زرعناه والله شكلها جميل صراحة، وعندنا المزرعة اللي فيها العنب، ممكن نغير إلى أي شيء ثاني، وعندكم الخرفان اللي هنا اللي ما يعطوني الول، وعندكم الدجاج، كلهم هذا يعني لابد أن نجمعهم في منطقة معينة. فتخيلوا المزارع تمتد لهنا، وبعدين هذه المنطقة بتكون زيادة صح؟ هذه المنطقة تصير للحلوين هذا. الجميل في هذا لأنك عادي ترميهم بعيد، لأنه عائلة واحدة بس، شخص واحد بس يقوم في 6 وظائف، يعني المساحة هذا كلها 6 وظائف يشتغلون، بعكس أنك لو تمسك مثلا هنا أو الفورستر هنا، تحصل الفورستر الحالة فيه له 4 عوائل، ولا الهنتر يوم تحط فيهم 4، فقلق شوي. فهذه الميزة أنك تجمعهم هذا مع بعض وتجلس تحط لك 8 بيوت هنا، والسلام عليكم العشر بيوت. طبعا أنا البيوت سبق وجهزتها أو اخترتها، اللي هو تدخل في قائمة الـ DS Housing اللي مفعل المود. والله هذه البيوت رهيبة جدا، لارج فيلج، يوم تبنيهم جنب بعض يصيرون تشوف على اليسار هذه البلكونة تصير مشبوكة في اللي جاي هنا، فيصير زي المثلث بتشوفونه، شيء رهيب. أو عندك الضعيف هذا، الضعيف هذا يجيك بدون بلكونة، ممكن تحطه بالطول وترص كثير. طبعا هذا الحلو فيه انه ياخذ العائلة مكونة من 5، وهذا ياخذ من 6، لكن ياخذ عليك 4 خانات، فانت تحط 5 5 افضل، عائلتين، بدل تحط عائلة واحدة من 6 ياخذ عليك 4. I'm so sorry. ايوه كذا نزيلك لساعة حوس حول هذا توهقت فيه من الحلقة الماضية. الحلو هذا ممكن اخليه، هذا بس بيطير اللي لسه مشتغل. والله يا في عمليات هدم وما في عمالة، يا سلام سلم، في سكيب مرة طويل بيصير. أنا ما راح أسوي أي شيء حرفياً، يوم أسوي لكم سكيب حرفياً بتمي كذا، ما بغير أي شيء، بأكل بسكوت. طبعاً أفضل شيء إنك تتم فاتح الجراف. وين الاختصار حقي؟ لا ما أريد الاختصار كذا، أريد الاختصار يجي كذا مثلاً، أيوة، حيث أي وقت أجي أعطيها كذا يجيبنا على الحلو هذا. شوف تعداد السكان أول شيء كم، وصلنا إلى 98 شخص. السنة 25 حاليا في اللعبة صاملين. الجراف حق إيش هذا؟ الأيرون، ما شاء الله الأيرون ارتفع كويس. الفوت خلنا نعلقه شوي كذا، ولا هنا يا أخي خلاص نبغى نشوف بلدر وليبر بس. بالنسبة يا شباب للخيول هذه، يوم أقول إني بنقولها هنا مستعجل عليها، ليش مستعجل عليها؟ لأنهم هم ركزوا معي، 10 من 10 أي واحد يجي 11 يذبحونه، فأستفيد. خلنا نفترض كل سنة واحد، لكن إذا كان إنتاجهم في السنة أو نموهم في السنة، لكن تخيلوا إذا الحين لو سويت لهم سبلت 5 و5 في مزرعتين، فبيصير في السنة 2 وكذا، بعدين الاثنين هذا جيبهم، فيصير تدبيل. كل ما وصلت 10 مفروض أسوي لهم سبلت على طول بأسرع وقت. أنا الحين صارت لي حلقة كاملة وحلقتين، يمكن ما قسمتهم إلى مكان ثاني بسبب أني ما فضيت، كل ساعة أنشغل بشيء. فالحين هالمرحلة مثل ما قلت لكم تضابيط، فلازم أن نضاعف أعدادهم. الخرفان تريد شيب، يعني صراحة اللعبة مسوية شيء غريب، في خرفان بس للبيع، البقر بس للبيع. قريت في موقع اللعبة ان الناس طالبوا بهذا الشيء، انهم ما يبونهم يموتون، يبونهم تكاثر للبيع، يعني الواحد يقرر كذا انا لي الخيار اني اخلي العزبة حقتي هذه للتجارة. فهذه الفكرة، انتبه يوم تشتري انك ما تشتري تريد اذا ما كنت تبى تستهلكه للتجارة. تريد شيب 7، خلنا نفرقعهم، هذا بيفيدنا اللي جانا سيدز مهم. هذا تريد شيب 5، أدري إن ما بيحصلون كلهم 5 5 5، بس مع الوقت بيحصلون، فما بيتمي في الستور، هذا المقصد. فأي شيء يزيد على طول بيرسله هناك، ما بيرسله للستورج، ده لا يأخذ علينا مساحات. الحين المساحة هذه يا شباب مثل ما تشوفون 1 2 3 4 5، وهذه 5، فبتغطي لي المزارع حتى لو كانت في مصانع. أنا أحتاج 6، ففي 4 بيوت زائدة للمنطقة هذه. ممكن خليها صفتين بيوت، صفتين هنا، أو عندي حركة أجمل اللي هي البيوت اللي رويتكم إياها اللارج. طبعا خلي الشارع بينهم، البلكونة على اليمين، بس إذا كذا ما خليهم 4، لا وديني هذا هنا. في بيت بيزيد، ممكن يحذفه وممكن يخليه كذا، تقدر تقول خططنا هذه المنطقة. ستوكبايل هذا مكانه غلط جدا جدا، ما في ستوكبايل في وسط البيوت، ستوكبايل تحطه عند المصانع يا قلبي. المشكلة ما عندي عمالة كافين، فالحين بيجي بيفضيه، خلنا بقرب له ستوكبايل كذا مؤقتا في هذا المكان. جانا تاجر جميل جاب لنا 100 سوب شوربة لحم، ناخذ من عنده 300.
بيكد بوتيتو. هذا مطبوخ البيكري يا شباب. المخبز هذا شويه قدام احد المصانع برضه. يو هاف نومانز هاف ارايف تو تاون هول. شوف اشكالهم والله يمديك تشوف هل فيه اطفال ولا ما فيه اطفال. 14 واحد. وين السبعه الثانيين؟ والله كان ودي تعليم 99%. يا سلام كم عددنا صار؟ 112. لا 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 تخربها لا تخربها. I'm sorry bro. اوه طلعوا من هناك كلهم كبار جايين بدون تولز بدون اي شيء. شو المسخرة؟ اقل شيء هتفاس اقول والله هذا ناوي يشتغل بجهد وضمير. جايين كذا. يا سلام خلصت البيوت يا شباب. لا والله ما خلصت لسه بس هذه الفكرة اللي بوصل لكم اياها. هذا عبارة عن بيت الحالة وهذا بيت. وجاني هذا التاجر جديد جايب لي جلاس 66 حبة بستة. والله الجلاس يا شباب بيفيدني بشغلة ضربيكم اياها شغلة جدا رهيبة. ميليتري سبلاي يا ساتر. الهوم وير هذا والبيلدينج سبلاي لها مصانع. الحبة 190 جايب لي حبة واحدة بس خلنا نشتريها. في مباني تطلبها كثير نفس موضوع البيلدينج سبلاي. بما اني تأخرت في مصنع الجلاس الا اني احتاجه في مبنى بعد شوي برويكم اياه. بما اني رويتكم ان الكورن له اهمية كبيرة جدا في موضوع الاكل يضيف لهم حتى في الصحة مثل ما تشوفون. 4 من 5 الحين زادت الصحة بالتنوع. باقي صنف واحد اللي ما جبت لهم اياه تقريبا اللي هو يا انك تجيب الكورن او تجيب الويت. اثنينهم يعطون نفس الغرض. راح ارويكم وشلون تجيب هذا الصنف الاخير الويت او الكورن. غير كذا المبنى حقهم رهيب جدا. الحين جالسين يفضون الستورج هذا عشان احط اثنين نفسه كذا في نفس المكان. في فكرة ثانية اني احط مثلا الكبار تقريبا هذا المجزين اكبر واحد او في اكبر منه اللي هو هذا. هذا يصير والله مكانه ممتاز هنا. يشيل مكتوب كم؟ 55,000. 55,000 وهذا تقريبا 20,000. بس انا اتكلم عن المساحة. المساحة تقريبا هي نفسها لو تلاحظون. او نحط اثنين هذا لو خلاص. ولو تعبوا هذا اللي هنا بيصيرون يروحون يعبون الثاني اللي هنا او يعبون الثاني اللي هنا وكذا. فبيصير توزيع وممكن تاخذها كايجابية هذا الموضوع. اذا ما ودك تحط ماركت مثلا هنا مجرد ما يعبون الستورج اللي هنا بيصيرون يروحون يعبون الاستورجات اللي قريبة من البيوت الثانية. واحد مقبل كذا واحد مقبل كذا. صراحة جاب الملي. نسكر عليهم شارع. شوف عزيز المشاهد الماركت هذا كيف بيجي بيرفكت هنا. اللي بيروح في البحر شيء تافه جدا. وبيغطي لي البيوت اللي موجودة هنا البيوت هذه وبرضه البيوت اللي بتكون هنا. 5 تجار يمديك تحطهم. ممكن تحط عند البيوت هذه مثلا ماركت صغير هنا عند البيوت هذه ماركت صغير تصير توزع. مدري صراحة اي فاعلية افضل ولكن حبيت شكل هذا كبير جدا. التولز يا الربع يوصل عندي الفل. التولز وصل عندي فل. والله مدري شو اقول لك. وصل لي اياها خلنا نقول له 800. عندي عمالة كافية الحين. ما ودي انه يبطل شغل ويقلب عامل. نفس الشيء الملابس وصل 325 قبل لا يوقف. خلنا نقول له نفس الشيء 800. هنا حطيت دبل رود على اساس انه يعطي شكل جمالي. باقي شوية ازالة ويكون المربع هذا كامل فاضي ونقدر نخطط فيه من ناحية المصادر. ودي اقيس المسافة هذه كلها وشوية حسابات بالمتر. تقريبا المسافة 71 او 73. كنيسة بيكون موقعها خرافي في هذا المكان تزيد سعادتهم. وعلى الطرف الثاني هناك بتكون البيوت. اتوقع كذا لو خطط افضل يمدينا نحط لهم حلاق يزيد سعادتهم. دنتس طبيب عيادة صغيرة باث هاوس مسبح اولد بارن باب. هنا سربته. والله ممكن نحط لهم سربته هذه بدل الكنيسة عشان ينجزون صح في الشغل. عندنا سبانخ. سبانخ جانا تاجر. عندي 14 عامل لكني كارفهم كرف لسه ما خلصت تنظيف هذه المنطقة. بعطيكم ابديت على السريع. هنا مزارع عادية اللي تعرفونها 6. زدت 3 منها هنا وفي 3 نفس هذا اللي هنا البنانا ما بنانا. يعني الزراعات هذه الخفيفة الجميلة اللطيفة بتكون هنا. بعدين بتكون فيه بيوت وبعدين بتكون فيه الأحصنة والحيوانات بتنتشر في هذه المنطقة تكاثر. طبعا لازم ألقي واحد هنا عشان أحط المدرسة والخدمات والسعادة. برويكم الكنيسة من وين جبتها. تقريبا هنا حصلت واحدة مناسبة زي علامة الشرطة هذه. جيت استكشف شوي في المدات هذه حصلت مساحتها حلوة وتغطي لي الدائرة
الشيء اللي أريده. هذه أكثر واحدة مناسبة تقريبا على طول. بما أن هذا اشتغل بشغله في الألمنت ونحط واحد. جاني تاجر ثاني جايب لي شقر بأربعة آلاف، والله جدا غالي، بس ممكن يدخل في مصادر أكل ثانية. بنشتري 100 من 1000، والكاسك بشتري 10. أتوقع هذه مدري إذا هذا ولا لا، بس في شيء زي الكاسات كذا تنفع مع التفرن. والله في مجال نشتري الشقر ممكن. تكفى لا تنقصني شيء تافه. اوكي يمدينا شيل لك 10 زيادة، تستاهل يا وحش. الحين نشوف السكر هذا ايش وضعه. شوغر كين، يا سلام، والله معاه توسعنا. جاء في وقته كل شيء، بس خلهم يزيلون الامور هذه. ايش هذا؟ ديبثيريا هاز اكورد يا هوسبيتال. المستشفى بعيدة ولا يمديه؟ يمديه. تكفى لا تعدي الشعب، تكفى. يبي لها مستشفى كبيرة هنا محترمة. ديبثيريا يقول لك الخناق، بكتيريا ديزيز كوزز مدري ايش، انفلاميشن سوولن في التنفس، التنفس والقلب وبلاوي كثير. الله لا يروينا مكروه، بعيد الشر يعني عنكم. مرض واضح انه خبيث. جاء ليفان، ليفان لو تستعجلين بس على المستشفى، ترى المستشفى هناك، ولا لازم تمسكين الخط هذا؟ لا واضح ان الذاكرة تمسح. نست مكان المستشفى، وين رايحة؟ تنتحر في الغابة. ان شاء الله ما في حد في خطها، واضح انها متوجه للمستشفى. اهلام في ال ما عندهم ستريبسولز. الهلث قرب فل، سعادة فل، سعادتي انا فل. هنا اكرمكم الله الحيوانات، توني جاي جهز. عندي المساحة هذه كلها تقريبا 29 في 32. لو كان 14 في المساحة كلها انا ما بقدر. اخيرا الف مبروك الويت سيد. بس ما تلاحظون كل شيء في وقته، مجهز لك كل شيء يا قلبي. يا هلابي، ايش المابل هذا؟ ما اريد شيء، خلاص انا كذا بقفل المرافق كلها. خذ لك احلى ويت، طف البيك اب وزد 1 2 3. حلو، وخذ لك احلى ويت وطف البيك اب. احلى ويت طف البيك اب. شوف من قبل اوظف التاجر اللي بيشتغل في الماركت على طول، هم نفسهم يجيبون المنتجات من المصانع دايركت. وصلنا الى 140 يا شباب، 140 60 بيت مبني و44 عائله، يعني تقريبا 16 بيت زياده. لسه فيه هنا 4 بيوت ما خلصن. تعال في شغله نسيتها، الحيوانات مفروض ما تكون قريبه من البيوت ولا بتكون فيها امراض. اي هي علينا، خلينا نشغل الكنيسه. 120 منبر، يا ساتر ما شاء الله، صحة فل، هيلث فل، كل شيء فل، فالأداء بيكون فل فل. هذا تحديثي يا شباب، مثل ما تشوفون اثنين هنا اثنين هنا اثنين هنا. المشكلة الجزيرة هنا بهذلة، ممكن استخدم المود وطقطق كذا في الماب وخليه كذا كله سيدة بدون البحيرة هذه، بس ما ودي أسوي هذا الشيء، اكتفيت بهذا المنظر. ممكن أجيب لي اسطبل كبير في هذا المكان، نعطيها واحد ثاني للخيول كذا طويل 30 في 8، تعرف خيل يباله يركض كذا مسافة، طول مسافة ويرجع. كذا موضوع الأكل خلاص ننساه، أي نقص في الأكل على طول نروح نشغل العمال في هذا المكان ونوقف المصانع. هذا الأساس، هذا المفروض اللي تبتدي فيه حتى أنت، بحيث لو حصلت أي أزمة ممكن تتلاحق نفسك تكون المصانع موجودة. في واحد بردان، من هو هذا؟ أنت إيش تسوي هنا؟ ما عنده جسر يقطعه. شت، هذه مشكلة اللعبة أتوقع، يوم تعطيها ضرب عشرة كثير تصير تواجه مشاكل، فانتبهوا منها. والله يا ضرب عشرة هنا نكبة. أتوقع الجسر اللي أنا أسويه هو أسرع جسر ممكن يحل المشكلة، اللي هو عند كد. تكفى، 7 ستون، وعطه أولويات، عمال وبلدر كله. أنقذوا لي هالمسلم أو المسلمة سكارلس، ماتت أليسبيا فروزن تو ديث. مين أليسبيا؟ قلشت في مكان ثاني هذيك. وش وداها هنا؟ أبعرف أنا وش وداها هنا، ما أعطيتهم أي أمر. مفروض مثل ما وصلتي ترجعين. يا ربي يا كريم، وين ال 13 مهندس و 14 عامل؟ 20 مهندس عملية إنقاذ سكارلس. شوف إيش جالس يقصقص. أخيرا مثل هالمشاكل لازم تتلاحقونها. اول ما تشوف فيه فروز بشكل غريب اعرف ان في واحد متوهق. ان شاء الله انها متموت، يمديها تلحق على بيتها. وين بيتها؟ يا ربي المشوار، بتطق في الطريق شكلها. لا كويس اتدفت، اتدفت قبل لا توصل، عرفت ان بيتها قريب. والبيوت هذه الهبلة انا لسه ما بدلتها. يلا تعطي شوية الوان يا اخي، المدينة كلها ما فيها الوان.
كذا تحس ألوانها باهتة. بالله اكتبوا لي رأيكم يا شباب تصميم هذا، اقتراحات عندكم. هنا نشوف 15 هورس، جميل والله، والله جميل 15 هورس بالشكل الطولي هذا تقريبا. اللي هنا بيكون نفس الشيء. ستوك بايل هذا مكانه غريب، بس نخليها الفترة. مليان اللوغز، اللوغز مليان المليان. الوحش هذا شغال، شوف كيف ترس المكان، والله انه وحش هذا. دنس تري شاك يا اخي، كلهم وحوش. هذا لأهل الشاكات زي هذا، مضبطيننا 228 ستون، وصلنا 1400 ستون و1800 خشب و100 و3000 والاكل فيه تزايد كبير. نوظف واحد هنا يجيب الاحصنه. شكله جميل، متناسق احس مع هذا، بس شويه لو امتط لهنا. هلا بالخيول جايه. اي مستانسين بالمساحه، قلت لكم عشان اضبط الايرون ممكن استبدل هذا بالفيونري الكبار. تدخل عند النار هذه اللي هو هذا، اتوقع بيحتاج مساحه اكبر. فرصه ننقل مكانه، هذا مكان الستون. لا والله هذا اسمح لي صراحه. ايوه بحط لي بس ماركت حق الله يكرمكم الحيوانات، لايف ستوك فقط لا غير، ما اريد اي شيء ثاني. هلا بالنومانز، والله اشوفكم اشوفكم اشوفكم. منهم قوم يا ولد، شكلهم منهم 40 واحد. يا الهي يا الهي يا الهي، احس انهم هم اللي بنحتاج الاسلحه ضدهم، والله انه منظر يخوف. 20 واحد سوري. عددنا كم؟ 150 شخص يا شباب. واوي النمو، واوي يوم تسدح البيوت ينسدح لك العدد، ينسدحون لك الاطفال. يا اخي اذيتني، انت خذ لك واحد اشتغل، ضبط الامور، اسعد الناس. خلنا نشوف الانفنتوري متنوع من جميع المصادر كذا. المربعات كلها اريد اشوفها فل. اوه الايرون شاك، لابد نبدل مكانك، معليش. ام سو سوري مان. تعالنا مثلا هنا، ما اتوقع في احد شغال هنا صح؟ عيش يا مدير، تبالك بيت صح؟ نحط الكمبيوتر هنا بعيد عن الازعاج. الازعاج هذا وازعاج هذا، البيوت هنا بتكون مناسبة جدا جنب الماركت. وبكنسل البيوت اللي هنا. هل 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 والله هل 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 لا مساحة، مساحة طيبة لا بس ما تبين يعني صغيرة كذا ولا شيء. انا بس بغيت امشيها مع الشارع، هذا المقصد، يكون دبل رود كذا كامل، يكون جميل. وهنا شوارع فرعية طالعة منه. أبل سيد الأبل، والله نباه الأبل صراحة. الحانة راح يكون مطلوب فيها. يا سلام يمدينا والله عليه، مع أني أنا مطفي هذا ولا لا؟ كيف جاء عنده؟ والله أنا مطفيه يا شباب، في شيء غريب. هذا يمكن التاجر تحرك من قبل لا أطفي، الله العالم. يا سلام يا سلام، 800 تولز يا شباب وصلناها. عطنا الليمت حقك، تكفى وينك. وصلنا إلى تولز 1000 اللي هو الأدوات، والله شغل رهيب جدا. أنا فعلت هذا الريفاينري الكبير، الظاهر هو اللي اعطانا البوست. في اثنين شغالين، فالحين ممكن نطفي هذا ونصير نشغل اثنين هنا. اذا صار عنده نقص من الفايرود، وبعدها السملتر لازم نبني الكبير. عاد السملتر من وين جبناه يا الربع؟ هذه مشكله في هذا الاماكن. نعم هذا هو، بس هذا السمول هذا يا اخي يقول لك كرييت ايرون فروم ايرون اور، حلو بس ايش استهلاكك؟ والله يا شباب هذا يبان نسوي له تجربه للامانه، اشوف اذا له فائده ولا لا. والله يا شباب في هذه المرحلة حسيت ان اختصارات الكاميرا مهمة. الحين مثلا بسوي ست هذا الثاني، وانا مسوي زوم اوت اخر شيء على اثنين، وزد طبعا يجيبني عند هذا يكبر هناك. فتخيل انت كل ما تتوسع تروح مثلا الجزيرة الثالثة كذا، فيكون عندك ست للكاميرا، عرفت؟ شيء جميل رهيب صراحة. 1120 ويت جانا هنا، و1120 ثانية. شوف متعلمين وسعادة وكل شيء، يعني هذا الماكسيمم 1120. هنا خلنا نشوف البوتيتو 1011 هالموسم، أكثر من الموسم الماضي 941. ما في شيء اسمه فارق بين متعلم مش متعلم، 99% مثل ما شفتوا نسبة التعليم عندي 99%. يا سلام، سكان قربوا 160 تقريبا وما زالوا في تكاثر. حبيب قلبي البريكس وورك طلب 13 كلي وثلاثة فيورونس فيول، الظاهر انه بيسبب لنا ازمة شوية في الفيورونس فيول. يستخرج لنا كوك فيول برضه، انترستنج. لكن خلنا على البريكس اللي هو الباسكو تقريبا او الطابوق، نوظف فيه واحد يبدا يشتغل يكرف. الازعاج حلو جاي بين البيوت، طبعا هذا ممكن اهدمها البيوت، ما لها اي لازمة في هذا الاماكن لانهم وركرز اغلبهم. شوف العباطة كيف. اذكر جاني كومنت يقول لي حاول ترجع تعيد توزيع مثلا اهل المصنع هنا، يعني قصده تقريبا تسوي كذا، تطفي
الشغل في هذا المكان حلو وتمشي الوقت وبعدين مثلا ترجع تشغله شيء زي كذا. فمفروض انه ترجع او يعاد توزيع العمالة في هذا المكان. خلينا نشوف. والله الاهبل اهبل يبقى اهبل، بس ممكن تتطلب شوية وقت تنتظر وتعيد الدائرة. برجع بحاول احلها ان شاء الله. هم ياخذون شوية وقت على بال ما يستوعبون. انا اعرف شعبي والله. المدرسة 25 طالب ما شاء الله تبارك الله بالضبط فل. هل ابني مدرسة ثانية في هذا المكان؟ الميني سكول يجي دوره هنا يسكت لنا 5 طلاب كذا على السريع ولا ياخذ مساحة. خله جنب المدرسة الثانية يمشي الامور. هذا ايش مشكلته؟ ايوه هذا يقول لك عنده نقص من الفاير وود. الفاير وود 28 ممكن والله في نقص كبير، يعني هذا 2000 اللي تشوفونها ممكن مخلوطة مع شيء ثاني، فهذه مشكلة. الفورست هذا خلنا نزيدهم. وود كتر هنا 3 من 3. هنا ما في وود كتر؟ سيريسلي فورست بدون وود كتر؟ طيب نسوي واحد للخشب فقط، نمده لين هنا ويستلمه الوود كتر من هذا المكان. كم انتاجك الخشب الموسم الماضي؟ 300. والله جميل، ما عليه بنحل مشكلة الفاير وود. في واحد برضو هنا داخل المدينة، في واحد هنا اللي رويتكم اياه قبل شوي، وهذا الثالث. كل واحد مرتبط مع فورست. هذا انتاجه 100، هذا انتاجه ضعيف بسبب كثرة المباني حوله، ما حصل فرصة. هذا لازم يلتغي ويكون الفورست الثاني في هذا المكان. لو تذكروا حطينا الايرون اور، المفروض اني اغير مكان الوود كتر. احس هذه المنطقة ممتازة بحيث اني اهدم الفورست هذا اللي هنا واجيب فورست في هذا المكان فورستر. طبعا ستوك بايل سريع قبل ان ننسى، يوصلنا اياه لين هنا او ستوك بايل كذا بينه وبين الوود كتر. غير كذا فيه هنا خشاب ثاني، نحط له جسر صغير زي هذا بحيث انه يوم يقطع الاشجار يصير يحطها في هذا الوود اللوج بايل. شوف الاخشاب الكثيرة هنا 700 خشبة. فهذا الوود كتر برضه يباله جسر يكون كذا. هذا بيشتغل صح، الوود كتر هذا بيشتغل صح. لو يمدي بعد بحط لي واحد ثاني. ليه؟ لانه يغطي 2، لانه مبدئيا بيكون فيه ضغط عليه. وبعدها نجي بالشوارع. هذا الخط بنيته على اساس ان الهنتر والقذر وبيتين واحد ستورج هناك، متوصل تقريبا سيده على هذا الخط. فعشان لا نجلس بعدين نهدم ونكسر مدري ايش، ممكن اخليه شارع رئيسي للمستقبل، يكون دبل رود، لان مثل ما تشوفون في توسع هناك. يا زينه يوم تجلس تخطط كذا ويزيد الاكل عندك ويزيد كل شيء ولد ربي فله. هذه المنطقه هنا منطقه الدلع. اول شيء قبل الدلع هذه لازم المزمزه. ليه؟ لان افضل مبنى بينطرح الحين. والله يا شباب لو اني ادري ان هذا المبنى موجود في هذا المود ورب الكعبه ما عانيت بالويت وبنيت هذيك المرافق كلها. اتوقع عرفتوا الشغله. ريد كاتشب، ربي يسعد هالريد كاتشب، الكاتشب الاحمر. هذا مصنع له ريد كاتشب، بس طبعا مش المفاجاه هنا. المفاجاه ان عنده شيء اسمه الجرين هاوس يا شباب، وفي واحد يطلب بزجاج. الجرين هاوس عن ايش احدثكم يا شباب؟ خلي واحد وهنا 2. شون هذا اللي بنيته كله؟ هذا شيء لحال، هذا ابو 20 زجاج. ركز، في واحد جرين هاوس، هذا قلة حياة للأمانة. 20 في 20 شكله يعني مقبول، عرفت؟ في نوع الثالث اللي هو هذا جرين هاوس V، ياخذ 48 خشب و6 مدري ايش. هذا فور بمكن، بس هذا البمكن هذا ما اريده. اتوقع ان الشارع ما راح يسلك انه اكبر من الباقين، لكن ما عليه ما حد بيشوف، بنحشر شيء هناك. هذا له شيء رهيب راح ينال على اعجابكم باذن الله. هذا النوعين مع بعض نفس الشيء، وهذا الاربع انواع كلها ابو جلاس، وعندك هذه الاربع انواع هنا ستون 20 و20 لوج، رخيص مرة. هذا الشيء يا شباب والله يا انتاجه خرافي خرافي خرافي. بتقولي ليه ما كملت هذه المساحة؟ بقول لك ليه. هذا يوم يخلص بيطلب منك شغلتين. انا كيف عرفتها؟ عرفتها من موضوع الاحصنة. مش كان يطلع منها سماد لو تذكرون، بريتايزر مدري ايش، في السلاسل او الحلقات الماضية يوم بحثت عنه يقول لك بسبب انه في المود في هذه المباني الجميلة الرهيبة الخرافية. ولكن هذه المباني تتطلب شغلتين، تتطلب منك السانترايزر مدري بيرترايزر اللي هو السماد الله يكرمكم اللي يطلع من هذا، ما يحتاج يقول لكم الاحصنة. والشغلة الثانية اللي هو يتطلب الماء، يعني حتى لو انت من فعل الكوارث، الكوارث
طبعا غصبا عنك لازم تحط البير عشان فيه حرايق كثير ما ادري ايش. يا اخوي اذلف انت جايب لي رايس، يلا عشانك جيت يا رجل عشان المشوار، بس ما عندي اغراض والله. الرايس جميل يا اخي، رز، انا لو ما اكلت رز كذا تجيني رجفه، لازم رز. ايش عندنا مليان في المخزن؟ والله ما في شيء مليان، كان الانتاج كذا صار ثابت. ما عليكم بعد شوي بيدرعم يا الربع، هذا طافي والله طافي، وما زال يجونه ناس. هذه الحلقة تقريبا كلها ضرب عشرة، ولا وبتصير فيه كتات كبيرة. ويا سلام سلم على الألمند، وأخيرا المكسرات انزرعت في مدينتنا يا شباب، بيكون منظر جميل صراحة للمزارع. وربي إن اللعبة ثقلت ثقلت ثقلت، أي والله بسببنا ضرب عشرة. الأحصنة 7 من 13، 9 من 15، وهذا ينتظرهم 0 15. جميل الشكل الطولي صراحة، عجبني. 30 عامل يا شباب و10 بلدرز، في فنتكة أقول لكم، في استكنان هذه الحلقة، في بيوت مفروض أنها تكون فاضية اللي هي هذه، نهدم عينها. لا ما عندي بيت. أقول اذلف اذلف، البيوت هذه كلها هناك، كلها جنب المزارع حقك يا أهبل، وجنب الماركت يا زينة ماركت، شوف تنوع الغذاء، وربي ما تحصلون زي كذا. لسه باقي نص قلب، عليش ايش اوفر لكم اكثر؟ اي صح، على طاري وش اوفر لكم اكثر، في شغله غبيه من لعبه تمنيت ان الماي يكون الحالة. ليه؟ لان الحين هذا المكان الفاضي وين، بسم الله، هذا المكان الفاضي راح اعبيه من الوتر هذا، ممكن تلونه تخليه ذهبي. في عندك الشكل هذا الثاني لكن ما افضله صراحه، تحسه حيل قديم، فهذا نوعا ما يوم يكون مصبوغ مع لون التمبر لانه ياخذ 20 تمبر، لكن صراحة أنا أشوفه يستاهل شكله، حرفيا تشوف تمبر يعني. مبدئيا راح أكثر منهم لأن الماي عندي زيرو، فأبغى كمية كبيرة جدا من المياه، لأنه قلت لكم يدخل في المصانع هذيك المياه ويدخل السماد عشان تنجح الخطة هنا. هذا أقوى استثمار في الأكل، وتذكروا كلامي. هو الطابق الثالث لسه ما بنى، ضرب عشرة يا جميل. بشوف استهلاك الأكل مع 30 شخص، كل الموارد موجودة، تحتاج 80 مهندس. إلهي خذوا 30 مهندس، خلوا لي 10 عمال، خلنا أهلكم شوي على بال ما تخلص المصانع. كوليكت آيرون أور، هذا المكان فاضي، هذا المكان عاجبني. جزيرتنا الجديدة يا سلام، فيها مصادر طيبة. خلص اول جرين هاوس عزيزي المشاهد. وش هو الجرين هاوس هذا اللي ازعجتنا فيه؟ الجرين هاوس هذا يا طويل العمر البين، تتذكر البين اللي مستانس، الفاصوليا اللي جايبها تحطه حبتين سماد وحبتين ماي وجبته، تتذكر البوتيتو اللي مستانس فيه حبتين سماد وحبتين وتر، والسلام عليكم. المصيبة وين؟ المصيبة ان النوع الثالث اللي هو الكورن والويت، الكورن موجود هنا. طيب وانا الويت اللي قلت له؟ مدري الويت موجود في هذا، لا اهل الزجاج. طبعا انا ما عندي زجاج، فممكن اوقف هذا كلهم لين ما اخلص مصنع الزجاج. ببني لكم واحد بس عشان ارويكم التحفه الفنيه، نوظف اول واحد ونقول له جبنا ايش، كورن عندنا، كورن عندنا ولا الويت اللي جبناه؟ لا جبنا الويت، عندنا ألمند، اقسم بالله دلع ورب الكعبه. هذا الويت، وهنا البوتيتو، وهذا بلاك بيري، هذا الصف كله بلاك بيري، الصف هذا كله بوتيتو. اوه شوجر كين، اوكي نجرب سبانخ شوجر كين، هذا كلها شغلات جديده هنا. في شيء ثاني جديد؟ لا سبانخ سبانخ سبانخ، شوجر بوتيتو بلاك بيري. يا ساتر يا الموارد، 3 اشخاص بدون بيوت، هذا الاغبياء. بس مش بدون بيوت، مش معقول تجاوز البيوت اللي انا بانيها. عدد سكاني 167 عزيزي المشاهد، وعدد العوائل 66، وعدد البيوت 65، وربي البيوت هذه كلها اللي بنيتها تعبت يا إلهي. طيب هذا الفراغ الصغير يمدينا نحشر فيه بيت، يعني بيني وبينكم نكون صريحين مع بعض، والله ما تدري أبو 2 من أبو 4، ما غير ابني ابني. يا سلام يا سلام يا سلام يا لمبر، هلكتني في اللمبر، إن شاء الله أنا عندي لمبر كفاية. هذا لسه ينتظرني، والله راعي الروز لسه ينتظرني، مع انه ما في مكان، بس جابونا الاغراض 2500. لا والله ما في كافي ولد. يا جمالك وانت تنبني، هلا بعلامات الاستفهام، هلا. كم عددكم؟ 1 2 3 4 5 6 7
في واحد كان موجود هذا نفسهم تبع الماركت. اوكي يعني نقول 8 هنا. ايش يجيبون لنا؟ يجيبون لنا ماي، ما في غير الماي طبعا، ما ادري يتجمع من الثلوج ويجمع من ال... جميل جميل. شوف يقول لي ناقص جهز 100 سماد. هذا بدا ينبني. اجل خلنا نقول 6 عشان لا. اوه العماله، الاكل بتشوفونه ينط. تعال صح نسيت ما اختار ال... ايش المنتجات. هذا البين العادي، ممكن نجيب لنا هيرب، الاعشاب مهمه جدا للصحه والقوه. بصل، ايش اللي ما عندي انا؟ بيبر، بيبر هذا ما عندي. ووتر ميلون يا حبي للبر. ايوه شوفوا هذا ابو شو اسمه يا شباب، ابو الويت. هذا المصنع اللي استهلك الزجاج فاتحينه. جايب لنا الراي، الراي هذا تقريبا في المشروبات نحتاجه. جايب لنا طماط، نقدر نصنع فيه مصنع الكتشب. الرايس برضه موجود وانا جالس اقول لك مصنع، مصنع متعب والله، هذا متعب. هذا الرايس خلاص ما يحتاج الرايس، الرايس بنطلع من هنا، نضحي بالبين خله رايس. بس اتوقع لو اشترته من هنا بصير اقدر ازرعه في المزارع هذه، او ممكن هذه. عندي شغلات كثير لسه ما زرعتها، الابل لسه ما زرعته، خله اثنين المند اثنين ابل. جميل، القذر هتخلص. وين انت القذر هات؟ هذا الاثنين مع بيوتهم ان شاء الله انه ضابط الدنيا معاكم. لا واضح امورهم في السليم. لا 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 لا, لا. ما اريد اشوف نهاية الخط. يو عبر القارات هذا. الله يخرب بيت غبائكم يا شباب. اي احد محتاج عماله شيء كذا، والله ترى كثير يا اخي، شغلت ناس كثير في ال... ما زالوا 15 و15 30 واحد فاضي عندي. 12000 اكل، والاكل بيقول كذا انتوا بس، والله انتظروا بس، انا بقدم الوقت وما ما بختم الا وتشوفون الاكل 20000. هلا تحترم نفسك هنا، يبغى يظهر اليوم ما ظهرته، خلك محترم لا اشوتك. والله زدت تقريبا 3 هنا، 1 2 3 4 5 5 10 15 واحد تقريبا باني. تضحية باللمبر، جالس ألعب بالنعمة وربي، جالس ألعب بالنعمة بدون لا أحسب. اللمبر عندي 393. عزيزي اللمبر لو سمحت يعني حول على الفايرود قبل لا اشطح بزيادة. في 5 علامات استفهامات: فيزيكان، فورست، 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 فورست. وين الفورست اللي أنا مثبته هنا؟ لا إله الله، وين الفورست اللي بنيته هي الربع؟ معقولة ما حد خلصك؟ هذا هو. أعزائي المهندسين خلصوا لي إياه الآن، كويس إنه ما خلصوه عشان لا أنسى البيت حقه. خل بيته جنبه، الماركت بعيد عنه، ممكن أحط بيته حيث نلعبها صح، أحط بيته من ضمن الماركت. خل نثبت الماركت، نحطه هنا، يصير في بيتين في هذه المنطقة، نغطيهم الماركت. خلصت الأماكن، أنت حاط راسك على يدي. والله يا شباب إنه صاير خوي بزيادة في يوم واحد. خلوني أرويكم اللقطة، مستكن والله، يتابع أبد فلة. المهم كذا خلصنا موضوع الفورست، ضبطنا لهذا. هذا يحتاج له تقريبا 3 قلنا، لان فيه كمية خشب هنا مهولة، 600 يحولها الى فايرود، والفايرود كنا متأزمين منه، فنزيد 2 هنا عشان ما ينقص من هذاك. خلنا نتأكد الوود كترز، هذا 13 من 13. الفيشرمان خله ناقص شوية. سمك مال زمان السمك، بوتنست 6 من 7. ليش شيل 7 من 7؟ 13 من 13، 2 من 2، 4 من 8 قذر مش مشكلة. هاردسمان 6 من 6، ما في أي إشكاليات في الوظائف. الهنتر 2 من 5، مو مشكلة بالعمد. كلمان 2 من 2، 1 من 1. الماينر، الفيزيكان هذا اللي كان عليها علامة استفهام وراحت، 1 من 1. هنا تتأكد من الأمور، أوه شور هاوس والكلي والسواليف وال، الحين بفعلها. تيتشر 1 من 2 مطلوبين، في مدرسة ثانية نسيت ما أوظف، فهذا شيء جميل صراحة. الفندر تاجر 12 من 16، بس أنا في 4 ساحب عليهم اللي هو في الماركت الكبير، موظف 1 من 5، فنعرف هذا الفراغ. نفس نظام القذر والهنتر والوود كتر مثل ما قلت لكم، هذا اللي جيت عشانه، قلنا ما ينقص في أي واحد.
لازم نتأكد 11 من 11 كذا وظائفنا 100% و12500 الأكل. أوكي الحين بعد ما زدته بين يتطلب 14 حتى انه تكتمل. يا اخي كم باقي ووركر اصرفه يا اخي؟ بس احسبوا حساب المزارع هذه انها تحتاج ووركر انهم هم اللي يجمعون اثناء الشتاء، هو يجي يساعد الفارمر في تلقيط الاكل قبل لا يخرب، فهذه معلومة جدا مهمة عشان تضمن الاكل ما يروح عليك. ان شاء الله ان كمية الماي بدت تمشي قبل لا اوظف هذا البقية. وتر 156 حلو، ففي فائض في فائض. الحين بالعكس بطفي هذا بطفي هذا، او ممكن عشان المنظر بس شوف لهم شق صرفه بعدين. يا زين مدينتي يا شباب، البريك 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 البريك، تكفى البريك في كمية طيبة، تكفى 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 تكفى. 40 بريك، واضح ان الكليم هو بكافي. اي والله ان الكليم هو بكافي، لكن ابشر بالعوض. هذا كان على اساس بحطه عشان اتاجر فيه بوتري ومدريش، بس بيدخل اتوقع في مصانع ثانية. واليونير هذا مهم بعد عشان يجيب الفرنتشر او اثاث البيوت، اثاث البيوت برضه يدخل فيه مصانع ثانية. ممكن يختلف منكم الكثير ضد فكرتي في اني ابالغ شوية في الشور هاوس، بس عشان احب البريك انه يكون المشي سريع في المدينة، يصيرون طيارات حرفيا عبارة عن طيارات. ولكن لعل وعسى تغيرون رايكم قدام يعني يوم تشوفون اثرهم. انا اشوفه استثمار كبير جدا اني اطور شوارع المدينة كلها بحيث يصيرون ضعف السرعة. يعني كان الحين مسوي لكم ضرب اثنين المشي حقهم، وهو حرفيا الحين يمشي كذا. شوف كيف يمشي، يمشي حرفيا كذا، يصير بعدين يمشي كذا مع البريك. ان شاء الله تشوفه يمشي كذا، تشوفون طيارات. فانتاجه، روحته للبيت، روحته للدوام، اكيد بيفرق قبل اي مصنع ثاني. هذا المهم لان هذا بيأثر في كل المصانع الجاية. فنتمنى انك تتفق معي في هذه الفكرة عشان نشوفها مع بعض. ما يمنع شوية شور هاوس زيادة في هذه المناطق الجميلة. خرب بيتك، انت شغال دور هنا ماخذ علي وظيفة عشان ايش؟ هات هات الدجاج من هناك ونهدم هذا، مكانه جدا غلط، بيخرب عليه مصانع شور هاوس. الملابس وصلت 500 يا شباب، تولز 800، ووصلنا عام 2012 في الخشب و2008 نرجع 1990. لا 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 ترجع، تقدم 2022. روح يا حبيبي. والله اني سعيد جدا بهذه الحلقة، انجاز عظيم بالنسبة لي اشوفه فيها. في واحد كان يتابع معي هنا ونام، يب سبحان الله خير. أتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة الجميلة. أنت ما قلت بتختم على 20,000 لكن والله يا شباب السالفة طولت، معليش. الجراف هذا جالس يطلع وينزل حول 8,000. التعليم 95% نقص شوية لأنه وظفنا المدرسة الثانية متأخر شوي. الطلاب 24، البالغين 119، توتال 180. نص السلسلة أو أكثر من نص خلص. توقع السنة 50 زي ما كان في ستراند ديب، اليوم 50 ختمت فيه. ندري وش سالفتي على اليوم 50. شكرا لكم على المشاهدة، وشكر خاص للمتسمين القناة، ادعمونا باللايك، ونشوفكم على خير في مقطع جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.